احباب الروقي يحييكم، كيتمنى لكم الصحه والسلامه وطول العمر. ايوا بارك علينا اخوتي من السلعه ديال احفاد هتلر، وندوروا البارابول كيف العاده لجهه الفرنسيس اللي تا هما ما ساهلينش في الحديد ديال 11 العود. الطوموبيل اللي غادي نهضروا عليها بالضبط هي البيجو 407 اللي كيف ما كتعرفوا جات باش ترومبلاسي ال 406، بحيث بدات خدمتها في 2003 وتفايس ليفتات في 2008 باش تحط سوارت وتشد تقاعدها في 2010 وتخلي بلاصتها ل 508. البيجو اخوتي كانت مفتخره بهذا ال 407، بحيث كانت كتعتبر في الوقيته فاش خرجات اول طوموبيل بالفرنسيز كتخرج بواحد السيستم اللي سوفيستيكي ديال بصح واللي سميتو دبل ويش بون سسبنشن. ديزاينرز ديال هاد 407 اخوتي كانوا هازين حمله ثقيل على ظهرهم، وكانوا مجبرين انهم يطلعوا على برد الديزاين اللي كانت ديجا طالعه في محبوبه الجماهير 406، وبالفعل توفقوا في خدمتهم. وكيف ما كتعرفوا اخوتي وبالضبط في هاد السيجمون ديال لي برلين، الناس تعودوا انهم ديما يشوفوا جهه لي زالمان اللي كانوا هما الليدرز ديال هاد السيجمون. واللي حسن الحظ هاد القاعده تكسرات والناس حبوا هاد البيبي الجديد ديال السبع، وهادشي بسبب الشكل ديالها اللي مازال كيبان مودرن وإليغون وفلويد، وبالاخص الفاسافون اللي كتشبه لشي كيبين مود ديال شي مخلوق عاش في العصر الجوراسي. وما نساوش لومبلاسمون ديال باربريز اللي ناعس نوعا ما وعطاها واحد اللوك سبورتيف، سيرتو في لي فيرسيون ديال الكوب اللي غادي نهضروا عليهم من بعد. بالنسبه للانتيريور، الواو فيلين اللي مولفين كيعطيوه لي فرونسي لطوموبيلاتهم ما كاينش، وتبعوا الفلسفه الديزاين ديال لي جابوني. واخا هكاك كلشي كيبان في بلاصتو وسوانيي ومرتب بعنايه. المشكل اللي كاين هنايا اخوتي واللي غتلقاوه في لا كونسول سنترال هو ديال كثرت البطونات اللي واصلين ل 60 بطونه، وخاصكم على الاقل واحد الشهرين باش يلاه تادابطاو وتعرفوا كل وحده لايش كتصلح. واللي مهم هنا يا اخوتي ان الشداد الفولون رائعه، وتقدروا تريقلوها يا اما في لوطور ولا في البروفوندور. والاهم من هادشي انها كونفور ديال بصح ومتسعه لا في لي سياج ديال القدام ولا ديال اللور، واللي موتور اللي كيجيو فيها لا ديال ليسونس ولا ديال المازوت سكوتيين في الطريق، وحتى الصداع ديال الطريق والريح من عادم في خطره. بالنسبه للفينيسيون اللي فيها اكثر وفي حدود 18 التريم ليفل، وميم كاع في الفينيسيون بات جام ال 407 سخيه، وغتلقاو فيها لا كليماتيزاسيون والريغولاتور والليميتور دو فيتيس ولي فيتر ولي ريتروفيزور الكتريك ويشوفون ولا بي اس ولي اس بي، وكاع لا كابين دايره بلي زيرباك. اما الا لقيتو شي وحده فيها الفينيسيون دي جي تي ولا الاس في، تقدروا تلقاو فيها لي سياج كوير والكتريك من فوق ولي زاجيستمون دو لومبر الكوسان دو شيفور والسيستيم دو نافيغاسيون. اما الا عندكم الزهر وطحتو في شي وحده ميكيبي بالسيستيم دو ام في ار الالكترونيك سسبنشن، يا حبيبي هاد السيستيم اخوتي فحالو فحال لي سيستيم ديال الدامبين اللي كاين في الاس كلاس والسيري 7، بحيث كي اجيستي القسوحيه والرطوبيه ديال لي زامورتيسور كل 2.5 ملي سكوند، وعلى حسب لي كونديسيون ديال الطريق ولا كاليتي ديالها. وبهذا الثمن الرخيص ديالها اخوتي اللي غنكتشفوه في اخر الفيديو، ديروا في بالكم انكم غتاخذوا طنق، بحيث غتحافظ على سلامتكم وسلامه حبابكم في اي اكسيدون كيف ما كانت، بحيث تحصلت على الماكس ديال السكور في التيست ديال السلامه الاورين كاب وبالضبط 5 ديال النجمات. خليونا اخوتي من هادشي ديال الكسيد وقوه البطونات، وندوزو نمشيو في القلب النابض ديال هاد 407. وكيف ما قلنا في الاول غنهضروا غير على المطر اللي نزلت عليهم الدوله ب 3000 درهم ديال الضريبه، ونبداو باولهم واضعفهم واللي هو الكات سيلندر 1.8 لتر اسبيراسيون ناتوريل ام بي اي، كيخرج لنا 116 عود و 163 نيوتن متر ديال الكوبل، كما انه كيجي حصريا بالبوطا فيتاس مانويل 5 رابور. هذا الموتور اخوتي ما حد قفت لعبه، بحيث التوقيت ديال 0 اسون لا علاقه، ومن فوق هادشي كامل الكونسوماسيون ديالو ديال البورش بحيث تقدر توصل حتى ل 11% بحالتي الا كنتو مصحاب درايف لايك يو ستوليت. والحاجه الوحيده اللي زوينه في هذا الموتور اخوتي هي الفيابيليتي ديالو، افحال كاع الماطر اللي كيخدموا بالسيستم ديال الملتي بوينت اندايركت انجكشن، وحوايج بسط اللي يقدروا يطلعوا عندكم افحال الكوبر ديال لي اس بي والريغولاتور دو فيتيس والبوبلو دو ليماج والالترناتور ولا كريماير والشوفاج اللي كيبدا يدفع البرد ويسوفلي. بالنسبه للموتور الثاني واللي منتشر في المغرب هو الكات سيلندر 2 لتر، كيخرج لنا 136 عود و 190 نيوتن متر ديال الكوبل، الزيرو اسون كيتضرب ب 9.8 ديال الثواني، والسرعه القصوى في حدود 206 كيلومتر في الساعه، وكيجي يا اما بالبواطا فيتاس مانويل 5 رابور ولا بالبواطا فيتاس اوتوماتيك 4 رابور. بالنسبه للكونسوماسيون اخوتي عولوا على 13 ولا 14% في المدينه، وعلى 8 ولا 9% في الطريق الطويله. الفيابيليتي ديال هاد 2 لتر بحالها بحال الموتور ديال 1.8 لتر، وضروري ما يطيحوا عندكم مشاكل هنا ولهي، وخاصه فيما يخص لا كليماتيزاسيون وبالضبط الكومبريسور ولي زانجيكتور وحتى الكولاس اللي معروف انه فراجيل ودغيا كيتشقق، خاصه الا طاحت البومبا ديال الماء اون بان. والنصيحه اخوتي اللي ديما ديروها في بالكم هي تبعدوا على ال 407 اللي فيها البواطا فيتاس اوتوماتيك 4 رابور اللي دغيا كيمشيو فيها لي زيلكتروفان. من غير هادشي اخوتي عولوا تبدلوا البومبا ديال لاسيستي والموتور ديال لي زويغلاس والسيبورات ديال الموتور ولي كابتور ديال لابيس، وزيدوا زيد. اما بالنسبه للشباب ولا الناس الكبار اللي كيدوزوا من ازمه منتصف العمر، البيجو خرجت لكم ال 407 كوب واللي جات باش ترومبلاسي ال 406 كوب اللي تديزاينات من طرف ستوديو ديال الديزاين المشهور بينين فارينا. هاد 407 كوب كنعتبرها انا من بين افضل لي فواتير دوبورت اللي كاينين في المارشي، لا من ناحيه الشكل اللي كيبان اغريسيف خاصه من القدام،
حيت الباسافون كتشبه شي سي مونستر حال فمو معول انه يشرشم الخصم ولا الفريسه ديالو. اما الفاساريير سكسي ديال بصح والديزاين ديالها اونيك وسبيسيال وما يمكنش انك تغالطو مع لي كونكورون اللي كاينين في هاد السيغمون. بالنسبه للانتيريور ما كاينش شي فرق بينها وبين سيدان بحيت في الفينيسيون سبورت جيب لي فالك زينون ديريكسيونيل والسونو جي بي ال ب 10 ديال البيفان وبلون بلي وبسابوفر من الفوق. كما انها كتجيب الكروز كونترول والكليماتيزاسيون بيزون. هاد الكليماتيزاسيون خوتي كتجيب واحد الكابتور دو لوميديتي اللي كيريغولي باستمرار الكاليتي ديال الاير في الانتيريور بحيث كيمنع الضبابه والرطوبه اللي كيبانوا في الجاج. من غير هادشي غتلقاو فيها لي سياج كوير الكتريك شوفون افيك ميموار ولي ريتروفيزور اي فيتر الكتريك وزيد وزيد. اما اهم حاجه كاينه في هاد 407 كوب هي لا موتوريزاسيون وبالضبط غادي نهضر على الفي 6 دو ليتر 7 اش دي اي اللي كيخرج لينا 205 ديال الخيل و 330 نيوتن متر ديال الكوبل. الزيرو اصون كيتدار هنا في 8 ديال الثواني والسرعه القصوى في حدود 230 كيلومتر في الساعه. هاد الموتور اخوتي كيجي حصريا بالبواطا فيتاس اوتوماتيك 6 ديال لي رابور ولي يكون في علمكم اخوتي هاد الفي 6 ديفلوباتو البيجو مع الفورد وهو النيت اللي غتلقاوه في الجاكوار اكس اف واللاند روفر ديسكفري. المشكل اللي كان هنايا اخوتي واخا ماشي شي مشكل نيت ابحيت كتجيب الفرونت ويل درايف وكاملين كنعرفوا ان الفرونت ويل درايف وسبورت كاز ما كيتلاقاوش ولكن كوميم السوغان ديالها ممتع والباديرو المنعدم في مره ما عدا الا وركتوا عليها ديال بصح. هنا غتلاحظوا بطبيعه الحال الاندرستير وبهذا التورك والبويسونس اللي كاينه في هاد الفي 6 كونوا متاكدين ان لو كور ديالكم ما غيزلقش في لي فيراج وهادشي بسبب البولسترد سيت اللي غيشدوك ويعنقوك ويحنوا على لحيماتك وعظيماتك. وكيف ما قلنا اخوتي من قبل هاد 407 فيها لامورتيسمون فاريابل بيلوتي بحيث تقدروا تسيليكسيونيو المود سبورت سسبونسيون ود الموتور. هنا بطبيعه الحال الرولي كينقص لاقصى درجه وحتى الباساج دي رابور كيولي سريع والريجيم ديال الموتور كيطلع وبطبيعه الحال المتعه والسعاده كتفرقع. المشكل اللي كاين هنايا اخوتي هو الوزن ديالها اللي واصل لعلين جوج طون. داكشي علاش واخا ميم بهاد الفي 6 ضروري ما غتحسوا بتقلها. والحل ديال هادشي اخوتي هي انكم ديروا ليها الريما بحيث البويسونس تقدر تطلع حتى ل 240 عود و 516 نيوتن متر ديال الكوبل. هنا لي ريبريز ولي زاكسيليراسيون كيوليو فيغوروز ولي سونساسيون ابورد سيكوريتي كيتبوستاو. بالنسبه لي بلاصاريير اكسيسيبل ديال بصح وهادشي بسبب الكبر ديال البيبان واخا تقال بزاف وبسبب حتى لي سياج اللي كيافونسيو الكتريكمون. بالنسبه للمشاكل اللي تقدروا تعانيو منها في هاد 407 كوب عندنا العماسي ديال البواتي هيدروليك ديال البواطا فيتاس ولي زو رابيد ديال لي بنو ديال القدام بسبب التورك ديال الموتور والسيرور ديال الكوفر اللي فراجيل وديما غتبقى طيح لكم اون بان. وما نساوش الكلابي ديال الكليماتيزاسيون بيزون اللي كتبلوكا في لوفيرتور والتبدال ديالها كيطلب ديمونتاج ديال الطابلو دو بور كومبلي. وننصحكم اخوتي في كل فيدونج تقلبوا وتفيريفيو الكارتير ديال البروتيكسيون حيت الا تعوجات ولا دخلات لداخل تقدر تبلوكي لكم الكروا ديال الديستريبيسيون ويتكولا لكم الموتور الا قدر الله. وما نساوش اخوتي حتى المشاكل ديال البومبه ديال الماء بحيت فراجيل ديال بصح. ايوا يا الحباب الحلقه ديال اليوم سالت نتمنى انها تكون عجباتكم وفاتكم وميعادنا يتجدد من هنا واحد اليومين. هادشي كامل الا قلناها اخوتي انا غير باش تعيشوا الحياه وبلا صداع الميكانيسيانات. اتهلا.